يسعد اوقاتكم يا شباب، كل عام وانتم بخير. معكم ابو سمير ميكانيك سيارات. اليوم فيديو جديد عن سيارة رينو بنزين، رح نبدل لها شاط صدر او التسان ريمة. خلونا سوا. مثل ما شايفين شباب، هي طقم التسان ريم او طقم شاط صدر، كرتونة بتيجي كاملة. هي شاط صدر قدامنا، متأكد منه، متأكد من قطع قبل ما نركب، من ناحية بيطلع فيه اخطاء. هي طرمبة المي بيجي معها جوا، عنا هون البيليا، براغي دفاش البيليا، وبالنهاية عنا هي اللزقة تبعت الكيلومتر بعد ما خلصنا الركبة، بنلزقها على قدام قطع الموتور أو أي مكان. هذا الموتور بيجي 1/4 16 صوباب. الله، نرفع السيارة. أول شيء بنفك هذا اللي شايفينه الرينو، بيجي دائما مثل الشفرة على غطا الجنب، بفكه بنسى أقطعه. فك البراغي، الدولاب، بنفك ال تاولون باص او البلاستيك اللي شايفين مثل القطاعه بتقرص البلاستيك قرص بيطلع معك لبرا. ومجبر انك تعمل الطريقة هاي حتى تحسن تريل سامري. لها براغي حوالي شي 3 براغي ولا شي 5 كليبسات تقريبا. هذا الطرف يكفينا، بس ما في داعي نفك الخلفي. عندنا هون 4 براغي، مفتاح 13، انتبه على بول المكيف ما تبقى يمين ضرب معك شمين كيف غاز. الله، هون بتحط مفتاح 16 حلقة. شايفين شباب، غير 16 حلقة ما بشتغل معكم. هي رينو مشكلتها مجال ضيق، يعني رينو كله ضيق، الميجان وسيعة شوي. هلا بفك علبة بكرة الكرانك، بنرد نعلق البري محله. كده دورنا المحرك ما يفلت الدشلي او يطلع لبرا او يصير معنا اي شيء. للأمان أثبت إنه أحيانا بنضطر ندور المحرك، نفتح اليمين واليسار. شايفين في محلات كتير صعبة إنك توصل لها، براغية صعبة إنك توصل لها. شايفين براغي، والله بنسحب هاي وقت بخاخة المي بتنحب كلها برا. كب عزي مانا شغل فيها. عندنا هذا الخرطوم مضخة تبع البنزين أو مضخة البنزين، تحاول تقرصه بنفك بنحس إنه. شايفين شلون شوي صعب هو، إله كلبسات. شايفين شلون شباب، والله نحط هذا تحت الموتور. شو تنزل السيارة على الموتور، ونفك الإجرين من طرف من فوق، الموتور ما يسحل، ونتحكم فيه ونعليه ونوطيه على كيفنا. هاي معنا المدير صاحب المحل نجاتي، الله يمده بالعافية مرضنا. الله عم سيئة عملية. الموتور معلي شوي، قصدي معلي السيارة عشان الموتور يسحل. نحسن نسحب الاجر هاي، سحبة شوي صعب. شايفين طول المكيف فوق، زين نفكه تصير شغلنا شوي معقد. تفضي غوص، تسحب غوص مكيف، فنقطة تحاي عليه بأسرع وقت ممكن، اختصار للجيل بتاعه. أنا براغي الداخليات شايفين شباب، محلنا صعب، يعني بتعلي بتوطي الموتور شوي شوي لحتى يطلع البرغي مكانه.
حتى من تحت من جوه في براغي، حتى هن حاسبين حساب عاملين سقوب عشان تحسن تسحب البراغي. شايفين شلون شباب؟ حتى بقي حاطين صبلة معنا في براغي، حطينا ترك 40 ترك 50 ترك. شايفين؟ بحاول قبل فينا اوضح لكم الصور عشان ميكانيكي مبتدئ ما يتعذب يستفيد. لو كمان شايفين شباب ده البراغي كان بتكون تفكون واقع في الري تايم الخلف، ما بتشوف ما بنشاف بالتصوير، لكن واحد دي يحط بيده يطلع عليه يبين معه. الله منزل السيارة ومتحايل شوي شوي، عندنا كمان براغي خلفيات نفك الغطاء تبع الشاط الصدر. الله هيك بعد ما فك معناه السيارة معلية أو مرطية حتى يتحرك معناه نحسن نسحب الغطاء. هلا غطاء سحبناه، شغلنا صار كله جاهز. هلا قبل ما نفك الأقشاط نتأكد من الإشارات ونفتح عصام. بتمنى يكون في إشارة واضحة، بس ما في شيء واضح للأسف، المجال طول ضيق، فحاول إنك تتعلم بالقلم الشنيار وتشتغل. إذا تشتغلوا شغل صح راح أعذبكم كتير شباب. كنت تفكوا الطرف التاني من جهة البطارية وتفكوا القفال من ورا وتحطوا قفال. الله هنا نفك دفاش البيليا عشان نسحب طنبات المي. حاول تحط دائما طشة مي تحتك، يعني تكب المي عليه ما تكب المي على الأرض. حتى الكاميرا بعدها بقربها عشان ما يكب مي على الأرض، قصدي ما تكب مي على الكاميرا تتشرك. شباب في الأماكن يفضل أنك تشتغل بمعدات هواء أو تشتغل بإيدك، معدات كهرباء دي اللي بالكم بتخربوها وبتأذوا حالكم. اللهم ننظف محل الترمبة مال ركبة، ترمبة المي أو باسا بومبا. نفق الهواء أماكن البراغي من هريك بيتها تطلع حتى كمان كمان تعبي الكاميرا مي. عجبكم؟ وننفخ أماكن البراغي وهلا منأكد من جوان بعد ما ننظف مكانه من كبر وجيز تنظيف كامل. الله بعد ما ثبتنا الجوايه مكانها نحط الترمبيت المي بهالطريقه هاي، نسند بعيد محل البراغي في عشان ما تفلت الترمبيت. الله باعتبار نحن بيركين في او عايشين في المانيا، فالسيارات الرينا بشكل عام في المانيا قليله، فهيك معدات انك تجيب قفال لتسان ريم او قفال لشاط صدر او بدها بقول بالتركي سانتا تجيب قفال سانتا، فنادرا ما واحد يجيبها، خاصة هون مثلكم في المانيا قليلة تلاقي سيارات. فالمكتشف بنلجا انه نعلم قلم الشنيار، هيك انواع من المحركات مثل البي ام المرسيدس الفوكس فاجن بشكل عام بوضي. عندنا جميع انواع القفال لانه عندنا بشكل دائم السيارة هي مصلحة،
هون بجيب لنا على الشد انه هو بلغي 6 ملي، فبتشده هو بحيث انه ما تكسره يعني. تمام شكرا، يعني ما بتعطي كل قوة الماكينة. بشد شوي بعدين تأكد في ايدك، حط مفتاح بايدك بشدهم واحد واحد تأكد منهم. كلهم في ايدك تأكد منهم، بري بري بشدهم في ايدك تأكد منهم. الماكينة لا توثق فيها ولا شد فيها كثير، بتكسر براغي. هلا ترمبة المي خلصنا منها، بنركب والله البيليات، بنفتلها بايدنا، نتأكد من النظام ما بيمسك بأي مكان، حط بيد الدفاش ونشدها. هلا بنزل السيارة عشان اركب الاشواط. فوق تحتينية، يعني مو تحتينية، هي من فوق بتركب، بس من تحت ما خرجنا احسن نركبها. الموتور بنزله، بنزل السيارة شوي زيادة، بنرفع الموتور لفوق شوي مشان احسن نحط البيلي هي الركبة مكانها. هدول بجوا بتجي مقاويل دفاش البيلي او دفاش الاشواط. رجع اقرب الكاميرا شوي مشان تبين عليكم، شفتوا مكانها وين؟ شلون بنشدها؟ مفتاح من جوا تحت السيارة. الله بنحط له شوط، وننتبه دايما تكون كتابة باتجاهك. حتى في بعض الأنواع بحطوا لك سهم باتجاه حركة الأشواط، يعني بيكون شلون بدور الموتور تركب عليه. الله هنا عم نعيد بركب الأشواط مكانه. تركيبه شوي صعب، نرجع محل تحط ايديك. هاي معي صاحب الورشة عم يشتغل معي بساعدني. هنا بحاول اجيب له اشط مكانه على الاشارات. الحجي راح يمسك لي الاشرط كلها، انا متاح بعد كده هيك اسهل لي. هي صعبة تركيب هاي الشوطة، فكه صعب، تطبيقه صعب. يعني أكل معنا شوية وقت. أنا بحاول أقرب الكاميرا عشان أوريكم محلنا شو عم نركب، بس كمان ما في مكان ما بساعدني، والإضاءة ما بساعدني إنه نركب مع التصوير. ان شاء الله في فيديوهات قادمة اذا فكينا غير انواع سيارات راح اوريكم بالتصوير وبموضح ان شاء الله.
هلا هون ركب بشاط نظامي، تم بس نعيره ونشد الشدة تبعه، يعني نعير الدفاش. شايفين شباب؟ هاي تحط مفتاح 6 مسدس وبتشد لحتى تجي الإشارة مكانها. والله هون خلصنا الحمد لله. هلا نبلش التجميع بقى ونجمع الغطا مكانه ونركب كل شيء مكان. ركزوا بس أثناء التركيب إنه في براغي يطول براغي يسار عشان ما تخربطوا. ونرفع السيارة ونشد البراغي لتحت باعتبار 3/4 شغلنا الحمد لله انتهى. تأكد الغطا في ظفر ينزل مكانه عشان ما يركب معه أعوج. يلا ندور الموتور دورتين كاملات أو 3 لفات ما بيأثر، 4 ما بيأثر، المهم أكتر دورتين وما فوق. محرك نظامي ما بيعط شو أنا كده صح. يلا مركب شاط الدينامو أو الكالغيمة. المهم نحط مفتاح 16 حلقة كاملة عشان نركب الشاط مكان شفت شلون شباب. هاي الصورة أوضح. مركب لجر التراوست أو تبع الدوزان. بعد ما ركبنا الدولاب بننزل السيارة نركب أجر الموتور. تركيبها كمان مثل ما فكناها شوي صعب لكن كل شي بنزل. يلا السيارة معلية شوي هون مرقية حتى تجي الأجر مكانها. شايفين شلون شباب؟ ننزل السيارة شباب الموتور يعلى تجي الأجر محلها. أو بتحسن إنك تحط تحت الموتور الكريكو وتتحكم فيه وتعلي وتوطي على كيفك. أو السيارة بتحطها على رافعة تعلي الرفعة وتنزلها حسب ما تحتاج. Thank you.
بتركض في ايدنا، شد البراغي بينا واحد واحد. الموتور التحتانية هاي هيك بحكي هاي بنضطر نشيلها ونفكها عشان نتحكم في الموتور احسن، نعليه ونغطيه اكتر. الله هون حجي صاحب ورشة عم بشد الدولاب على متأكد منه، هذا بياخد شد 120 نيوتن. الله هون بنعبي مي للسيارة، مي مياه تجمد، والرينو له مكان تنفيس للمي، يعني محل ما بطلع الهواء من الخلاط من جوا خلاطين، بيجي خرطوم بيجي تنفيس على محل الصوفاج ورا المحرك، بيجي وحدة راكبة هون عند صباب الحرارة. طبعا بتم من كت مي لحتى تطلع كب ميتها، بس ما كبت مي طلع الهواء كله بنشد وبكون شو المايك انتهى. بتمنى يا رب تكونوا عم تستفيدوا عم تتعلموا، ويا رب نقدر نعفى على الخير. ولو لأي سؤال يسأل على التعليق أو تكتب لي. معكم أخوكم أبو سمير، أحلى شباب. يس أوتو زبا، فاين بلاك.